خرج المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الشهير بلقب مومو بفيديو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، قطر من خلاله الشمعة على محتوى برنامج مغربي. وأعرب مومو عن عدم إعجابه بمحتوى البرنامج الذي أكد نشطاء أنه يقصد به برنامج رشيد شو الذي يعرض على القناة الثانية دوزيم ويقدمه الإعلامي رشيد العلالي، الأمر الذي جر عليه العديد من الانتقادات من قبل متابعين مغاربة. وأبدى عدد من النشطاء المغاربة غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التصريحات التي خرج بها مومو، مؤكدين أنها تفتقر للاحترام